السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معكم كرم بي 203. اليوم معنا لعبة جديدة على القناة وإن شاء الله بإذن الله سلسلة مستمرة. وطبعا أنا أي لعبة كالعادة سيميليتر محاكي، ألعاب محاكي، مدمن ألعاب محاكي. قبل أنا شفت اللعبة هذه وكتبوا لي عندنا ناس بالكومنت وكتبت عند بعض اليوتيوبر وشفته، بس صراحة ما عجبتها وقتها، بس يوم جربتها بنفسي أتري شفت ناس صراحة ظالمينها، في أشياء كويسة وممتازة ما جربوها. يعني أكثر اليوتيوبر شفتهم يلعبونها مركزين على أشياء بسيطة، بس في أشياء عميقة ما جربوها، ما أدري هم اكتشفوا أو ما عرفوا له أو التحديث عندي تو متحدث، يعني تو لعبنا على التحديث الأخير، ما أدري متى آخر تحديث جاء. المهم ما بكثر عليكم كلام، أول شيء بضبط لي شخصية، ما أنا بأصلح، أبي أغير شخصية وأرجع لكم على السريع. طبعا هذا الشخصية اللي أنا اخترت، يلا نيو جيم، يس يلا بس تبدأ اللعبة أرجع لكم. طبعا بدينا هالحين، وهذه المزرعة، هذه مزرعتي، وهذه البيوت اللي ما أدري وش بعضهم، بعض البيوت هذه مثل البيت هذا ما أدري وش سفته، ما أدري تبيعي ولا لا. لا هو هذا نفس البيت هذا تبيعي، بس انه متحطم من داخل وفيه مشاكل ويحتاج تصليح. وش اللي ايه ابدا الحين؟ ابي اروح للرساله، في رساله هنا قبل لازم اقراه. طبعا بعد ما قرينا الرساله يعطوني مهمات بالبدايه بسيطه، وفي اشياء صراحه يعني قويه وصعبه شوي، اللي هي تدمير البيت او بناؤه اصعب، يعني اصعب. لا والله تدميره صراحه اصعب، البناء اسهل شوي، يعني احس انه اسهل. الحين يبغوني اشغل راديو من ضمن المهمه، بس ما ادري ايش السبب، ونرجع نطفيه. وش فيه ثاني يبوني اروح اسوي حفظ للعبه سيف جيم، اللي هو هذا فراشي بالبدايه. ايوه طيب حفظنا خلاص. طيب هنا يعلمك وش الفرش اللي تقدر تشتريه تقدر تستخدمه. طيب نسحب عليه. وش فيه هنا؟ ايه فيه غرض فوق لازم نشيله. وين ضيعت هذا الدرج؟ حلو، لاني انا بديت اللعبة وضبطت البيت قبل، يعني قبل يوم تقريبا ضبطت اللعبة وشفت، يعني فحصت وضعه، صارت صراحة ممتازة وسهلة، بس أصعب ما بقى اللي هو البناء. طيب الحين إيه نحط الزبالة، نشيل هذا احتياط لأنه شايلين وجهنا على الكرف. طيب نحط اليد، أيوه هذا الصندوق نفتحه اللي فيه مسدس ينفعنا، راح ينفعنا. بس فيه ناس بالحيل، خلاص ركزوا على موضوع مسدس، خلاص ما عندي فلوس روح تصيد على طول، لازم تصيد. مع ان في طرق كويسه وفيه ناس يعني بدوا مشروع على طول، يعني يبدا اللي هو مشروع الحظيره، يبني حظيره على طول. لا انا ما راح ابني على طول حظيره لحد ما اجمع فلوس، له لانهم اضطروا يروحون يتصيدون ويروحون. انا بتصيد فعلا، لازم يمكن لابد انك تصيد، لكن عاد مو بالطريقه هذه. في ناس يروح وقته على الصيد كله صيد عشان يجمع بس حق الحظيره، او يجمع حق يبغى يشتري خنازير. طبعا هالحين لازم نجمع السيارة، في سيارة عندي، ابي اجمع اغراض على السريع، كلها باينة واضحة على الخريطة، بجمع انا على السريع بس عشان ما اطول المقطع وطفشكم. طبعا ما باقي الا اخر شيء، باقي اللي هو الصدام، وباقي تانك البنزين. طبعا ما ادري وش مطور مسوي اللعبة مفرق القطع، يعني على اساس طيب خلاص فرقتها ليش تحطها على الخريطة؟ خلاص يا صرت تحط على الخريطة خلها قريبة، مو اجمع قطعة هنا وقطعة هناك. طيب الحين جهزنا السيارة، وش باقي؟ نعبي بنزين؟ لا ما في بنزين، هذا ما في بنزين، هذا بشيله معي احتياط بس عشان نمر المحطة ونعبيه. طبعا ما ادري كم معي، بس اضغط حرف جي يطلع لي معي 500 دولار. شغل حرف اف، حلو. الحين وجه المحطة، طبعا عادي اختصار هنا ما في ممنوع، مو مثل محاكي السوبر ماركت تختصر تصدم كذا بجدار مخفي كذا، عاد تختصر. اذا سلمت من الشجر ما عليك، وضعك تمام. اذا سلمت من الشجر او ارضه، حتى لو تعلقت تضغط حرف ار راح تطلع معك السياره. اي هذا الرمم هي واضحه مره، حسب انه ظل.
طبعا الحين نبي نعبي السيارة والجركة كلهن، نخلي الجركة عندنا هناك، نحتاج بنزين لأن لازم نقطع خشب، لازم الماطور نشغله ونحط خشب، نسيت أشغل. حلو الحين كم السيارة؟ اللتر بدولار، لترك ودولارك، تمام. حلو 25 أو 24، 25 إيه. حلو هنا الحين بعبي الجركة بشوف كم. يلا عب عب عب. أيوة نفسه الظاهر، أعتقد إنه نفسه. لا والله أكثر، الجركة أكثر، 40، 40 الجركة، 40. طيب الحين ندور ايش فيه شيء ثاني. إيه لا لا لا، يبون نروح مكان اظنه محل سيارة، محل سيارة الا محل سيارة. طبعا هذا المعرض حق سيارة او سوق حق سيارة، بس يبون يروح سولف مع هذا وخلاص، يحسبوني افهم. طيب انا ما بيسولف، جود لايك. طيب شوفوا السيارة، نشوف السيارة. هذه نفس اللي عندي، تشيل خنزيرين، وهذه خنزيرين او بقرة وخنزير، وهذا دباب ما اعتقد انه يشيل شيء، هذا نفس الشيء، بس الشاحنة تشيل اربع خنازير او اربع بقر، تمام. هذه ان شاء الله نشتريها بعدين، هذه ب 2300. مثل سيارتي بشوف كم سعره، 200 من اللي. طيب الحين نروح الورشة، ادخل السيارة، لازم تسوي بالسيارة شيء، وانا ابي اسوي شيء مع انه مو ضروري، بس ابي الون السياره، يعني لونه كذا، ما ابي الونه، ما ادري بشوف اللون المناسب وبيطلعكم. اكيد كلكم تبون تتكلمون بالكومنت وش هاللون الخايس، اعرفكم كذا زين، اللون كذا كويس. لا والله امزح معكم، لا والله. طبعا هذا اللون اللي اخترت. وش باقي؟ لا يبون يركب راديو. اوف انا قلت عادي يمكن اي شيء يقبلون، ما في اي مشكله، بس عادي راديو $10 ما في اي مشكله عادي. الحين عاد برجع المزرعه، الحين نبي نشوف اشغال المزرعه، يعني عندنا مهمات تافهه تعوقنا عن شغلنا المهم. طيب انا وش هالاختصار اللي انا بختصر وجبت العيد، طحت بغابات كثيره. يلا بس اصل المزرعه ارجع لكم. طبعا وصلت البقاله، بس لاحظت اني جايب العيد، انا هذا محل السيارة، ورحت بختصر هنا، رحت مشيت من هنا وصدم مقاباه وانقلب، بغيت انقلب عند سكة القطار اللي هنا وامشي، لو اني ماشي مترين من هنا وماشي اشوالي وريح لي، يعني بعض اختصارات صراحة فاشلة. لكن الحين نطلع من الخريطة ونشوف وش المهمة اللي عنده بقالة، في اشياء ظهري الا اكيد يبوني اشتري اشياء ضرورية. طيب نتكلم مع هذه، ما ادري جود لايك وما ادري. يلا الحين الاشياء مطلوبة عندكم، الاكس وعندكم الهامر وعندكم ما ادري وش العتله هذه. طيب ايش باقي؟ ايش باقي؟ والله اني ما ادري، بشوف بتاكد. خلونا اطلع من هذه وشوف وش اللي عندي. اكس اي سله بيض تو تشيكن، يعني بس باقي ثنتين هذول، سله البيض. لحظه طيب هنا دجاجتين، نشتري اول شيء دجاجة البيضة وبعدين نشتري دجاجة هذه الصفراء وسلة البيض، مع اني اعتقد ان عندي، ما ادري، ما متأكد. طيب الحين خلاص بحاسب كل الدنيا هذه، شو بقي؟ ايه لا باقي شيلهم، بس الحين نشيل الاكس، نشيل الهامر، ونشيل هذه وهذه. وش ايه الدجاج، بغيت انسى الدجاج، ما ادري وين راح. ايه هذول الدجاج. طيب رتب السلة، اي لا مكانين دجاجتين، يعني ما هو شيء، يعني راح اشيلهم بسهولة. وافضل تجارة شفتها، يعني ممتعة الدجاج، اذا بنيت بيت صح ولاحظت يعني واهتميت ونظفت راح ينتج ويطلع دجاج اكثر. طبعا بوريكم سعر الديك، الديك غالي، الديك 250، 250 على ما اعتقد،
شديك هنا 250 سواء ابيض او اسود او احمر، نفس هذا ما ادري احمر او اسود او بني 250. بس اذا انتجت انت ديكه 100، اذا بغيت تبيعه انت اشتريته تبيعه 100. بس احيانا يمكن الدجاج عندك يبيض ويجيب لك ديك، بس لازم عاد نشتري الديك، بس عاد لازم نتطور شوي، نطور المزرعه شوي ونخلص وناخذ الفلوس، فلوس يعطونك اياها بكل بعد مهمه. نزلت الدجاج ويبوني هالحين احط لهم الحب، لان الحب موجود هنا عندي اساسا، والماء، الماء والحب موجود عندي، بس ما ادري ليه مختارين لي هالمكان هذا، ما ادري ليه يعني مكان فاشل شوي، يعني مو مره، لكن هو اللي لازم نبني به البيت، يعني لازم اضطر اشتري حب ثاني مره. طيب الحين وش عندي؟ ايش عندي ثاني هنا؟ ايش فيه؟ يا الماء، الماء نحط الماء بنفس المكان. طيب لازم على كذا لازم نجيب الدجاج، لازم تجيب الدجاج واحدة واحدة. ما ادري ليه ما يركض بسرعة اذا اخذت الدجاجة بيدك. السطل الجركل، الجركل وين راح؟ السطل، السطل الصغير، السطل الخشبي، ايوه هذا هو لازم نعبيها الحين، نعبيه من الجرك ونحطه باي مكان. ايوه حلو. طيب وين راحه؟ هي هذه واحده، وين الثانيه؟ ايوه هذه نبي نمسكها نحطها هناك عشان نرتب باقي الامور. انا الحين عندي اشياء اكثر، الحين عندي مصايب اكثر، عندي البيت لازم اضبطه. طيب يلا كول هنا، خلوكم هنا لحد ما اخلص اشغال بالمزرعة، عندي شغل لا تشغلوني رجاء. طيب الحين يبوني انظف المكان، نفس المكان اللي انا حطيت بو الحب وحطيت بو الدجاج، ما ادري ليه يبوني انظف. طيب اول شيء ابشيل الشجرة، لازم نشيل الشجرة هذه خلاص. لا اشو مو نفس المكان بالضبط، مو نفس المكان بالضبط، بس لازم نحط لنا شبك. طيب نحط هذه، نرميها هنا، نحط هذه، الخشب احتاجه، ما راح افرض، راح اشيله بعدين بدون ما اقص الغابة من جديد، او لاني بغيت ابني البيت او ابني الحظيرة، راح يكون قريب لي. طيب الحين ابي انظف المنطقة من الاعشاب. طيب وش السالفة؟ خلاص هي نظفتها، خلاص الحين كويس. طيب الحين نختار المطرقة، نختار بيت رخيص، مع ان ودي مرة واحدة احط البيت هذا، لا هنا ما يمديني ابني بيت، أبى أبني بيت بمية، لأنه بعدين عاد اختار المنطقة الثانية وجيب البيت الأكبر، أكبر من هذا وأنفع. جوال يدق، لحظة، طبعا ما أدري وين كنا فيه، بس كنا نبني هذا وجت مكالمة طويلة ونسيت، ما أدري وش ناوي. إيه أبي أحط هذا، اتطور القفص، بيحط اللي هو مكان للعلف ومكان للماء، ما ادري والله، ما ادري انا ولا اوفر فلوسي لحد ما اخلص البيت وابني بيت اكبر حق الدجاج هنا. بس لحظه بشيل الخشب هذا لاني احتاجه، بأصفه هنا بس ارتبه عشان اشيله بعدين. طيب الحين وش باقي عندي؟ وش باقي عندي مهمه؟ ايش في مهمه؟ اي داخل بيت، عندي مهمه داخل بيت، يبوني هدم، اهدم البيت كامل ولا هدم؟ الله يعين، الله يعين، صعب. طيب لازم اروح فوق اول شيء، لك يا جيت هدم بيت بتهدم كامل، لازم تبدا بفوق عشان ما ينهار عليك، وهنا عادي انا بيه ينهار علي بس عاد ما يسمحون. طيب الحين وين يروح فوق؟ هنا الدرج او لا؟ لا ما ادري، ضيعت. هلا لا، هنا 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 هنا. يلا بس ابي اصبر بوريكم بس الهدم، طريقة الهدم. طبعا ما تقدر تهدم نفس هذه وفي دريشة،
أح نزلت ما أشوف الدرج هنا. مثل ما تشوفون فيه دريشة. لا بغيت تطيح. طيب هذا تشيله. وهنا ما تقدر تهدم نهائيا لين تشيل درايش، أو حتى لو في لمبة أو ورق حائط لازم تشيله قبل. يلا على العموم بهدم البيت وارجع لكم. طبعا قربنا ننتهي، بس شوفوا المشاكل بالهدم. تجي تهدم لازم تشيل مثل هذا، تيجي تضرب تكسر ما ينشال معك، بس تشيل ورق الحائط يمشي معك. بس احيانا يجيك ورق الحائط مقسم مثل هذا، تجي من ورا تكسر ما يمشي معك، وانت شايل ورق الحائط هنا تحسبك شلت كامل. بالخير يجيك واحد او لمبه صغيره مثل هذه خلاص، هذه تشيله خلاص يمشي معك. طبعا هذه مشكله البنا هنا، الهدم هنا هي المشكله اللي تغثك. ولا البنا اسهل، اول مره اشوف البنا اسهل من الهدم. مثل هذا، هذا عيل يمشي معي، وش السبب ما ادري، في شيء مع اني شايله المره اللي راحه، بس ما ادري وش السبب. الظاهر لازم نشيل الدنيا هذه كلها، الظاهر انه له علاقه بالقاعده حقت البيت كامله. الظاهر لازم تشيل كل شيء وبعدين عاد تقدر تهدم الجدار هذا. طيب الحين وش فيه؟ في درج هنا، كسر الدرج. شو عي يروح، عي يمشي معي. طيب الظاهر لازم نشيل الاطراف اللي هنا او الحديد القريب لهذا. ايش باقي؟ يعني هذا اخر شيء حاطينه. طيب وهذا ايش مرتكي عليه؟ خلاص هدمنا البيت. ابي انظف المنطقة، حتى بنظف المنطقة يمكن تمشي معي. ما ادري وش سالفة الجدار هذا، ما ادري جلتش او في مشكلة. هذه القواعد ما هو قريب القاعدة، بس يمكن في قاعدة قريبة لو عنده او شيء. اها هذا خشب الحالة، تشوفون الخشب على نفس الجدار هو المشكلة. طيب الحين هدمنا البيت كامل خلاص. الحين بس اطلع منه عشان يروح ونكمل تنظيف. خلاص الارض فاضية. حلو الحين يبيني ابني. انا كم عندي الحين؟ 794. يجيني مكافآت. طبعا يبيني البيت هذا بس ما جاء التحديث، وهذا وهذا كله يحتاج تحديث، بس ما نزل التحديث لحد الان. طيب نبني هذا. حلو هذا البناء، هذا البناء. يعني تروح تجيب خشب وترجع وتصف هنا. انا اوريكم الحين، بس ابي اروح المنجره بشيل الخشب وادير المنجره، عندي منجره هناك ابشيل الخشب هذا وارجع لكم الحين. طبعا شلت الخشب اللي هنا وما اظن انه يكفي بالضبط، لكن نبي نشيل، نبي نكثر كثر زياده، مع اني شفت بعضهم يشيل بس كم خشبه هنا وما يصفه وما يحط فوقه مشين، يقول بس هذه اللي تشيل السياره. لا تشيل اكثر، تشيل اكثر، هذه السياره تشيل اكثر. ولا والمشكله اني شفت عند ريل فراس انه تردد المنجره ويرجع. بوريكم الخشب الثاني، اذا قصيت الخشب وصفت هنا يعني شوي صعبه، بس راح اوريكم الحين. طبعا هذا الخشب يمديني اصف فوق زياده، لكن اتوقع ان هذا يكفي. يعني ما اظن البيت تحتاج الكميه اكثر، يعني هذا هذا يكفي زود، يكفي والله انه يزود بعد بزياده. يعني يمديني ابني حظيره، بس عاد لا لا عاد مو كامل حظيره. طبعا هذه المنجره. اوف غلطت ما جبت البنزين. طيب بس ابغى اوقف صح كذا، ايوه تمام، ابجيب البنزين وارجع. طبعا هذا البنزين وبيعبي الماطور. طيب الحين شغال صح، شغال الحين. طيب كذا خذ الخشبة الثانية، اول ما تخلص هذه نحط الخشبة الثانية. راح يطيح بالارض عادي، ما في اي مشكلة، خليه يطيح. وهذه الخشبة الاخيرة خلاص. الحين نطفي الموتور عشان ما يستهلك البنزين، طفيه عادي لو بنص القصة عادي. طبعا بيدك يا بغي تجي تدخل بيتي يمديك تشيل ثلاث، بس بالسيارة تشيل اكثر. مثل الحين يمديني اشيل الكمية هذه كلها بالسيارة، بس شلون كذا. انا شفت فراس ريل فراس يشيل بالطريقة هذه،
يمكن اعتقد انه يشيل بالطريقة هذه، انا ما ادري، بس المهم انه تردد اكثر مرة، يتردد المنجرة وما ادري كم مرة يجي المنجرة، بس هنا يمدينا يشيل اكثر. يعني انت يمكن تقول خلاص يا خلص الصف هذا خلاص ما يمديك تشيل شيء، لا يمديني يشيل، يمديني يشيل اكثر. شو الحين مثلا بيحط فوق الصف هذا، ما اصبر، دخل على نفس الصندوق، لا لا تجيب العيد، ايوه فوق يمديني اكثر بعد. شو المشكلة؟ ايه كذا، ما ادري وش المشكلة بالضبط، احيانا كأنه تقلتش اللعبة. ايوه يمديني ارفع زيادة، ارفع الى حد الحديدة هذه، بس يلا بس بشيل الخشب وارجع لكم. طبعا شلت كل شيء وهذا يكفي للبناء ويكفي بالزيادة ان شاء الله. طيب الحين بتوجه للحظيرة، للبيت قصدي البيت، نطلع من هنا نختصر، وان شاء الله بعدين ابي اقص كل الشجر اللي حول البيت، يعني يضايقك اذا جيت صرت توك جاي او تدخل من زرعتك في شجر واجد يضايقك، يعني تصدم مثل هذه. هذه ابشيل الظهر بعد ما ابني بيت، خلاص خلاص ابشيل، بس ليه ما انام قبل ما ابني بيت؟ يا صباح الخير على الجميع. طبعا مشكلة النوم هنا لازم الساعة 20 حكم، يعني الساعة 8 المساء، يعني 19، الساعة 19 أو 7:59 ما يمديك. شوفوا بيض، بس طبعا ما هو مخصب، أبشيله بالسلة عشان أجمع البيض وأبيعه. طبعا بعدين يعني تجارة الدجاج يعني ما راح تتجر هالحين، بعدين لازم أخلص البيت ولازم أجيب دجاج أكثر، وحاول اني ما ابني الحظيرة، يبون يعطوني بناء الحظيرة، مهمة بناء الحظيرة، بس ما راح ابنيه، ابي اهم شيء ابي ابدي المشاريع عندي، نبني الدرج. طيب كذا حلو، طيب كذا ونبني الدور الاول اول شيء. طيب الحين بس باقي اخر شيء، باقي اخر شيء، شلون نوصل؟ لا ايوه حلو كذا خلاص تمام، وبقت معي خشبة، يعني انا قلت يمكن يكفي شوي للحظيرة، طلع بس البيت. طبعا لازم تطلع خلاص، اذا حطيت الخشب كامل لازم تطلع عشان ينبني البيت كذا، خلاص يضبط البيت معك كذا، تمام كذا الحلقة هذه بنينا البيت، واللعبة يعني طويلة شوي تحتاج، ايوه على فكرة الدجاج نظفته قبل شوي، نظفت القفص، يعني كل يوم لازم تشيل عزكم الله ذروق، وتشيل يعني لازم تنظف عشان ما يمرض، ولازم تحافظ عليه انه ما يجوع وما يعطش، يعني توفر لك شوف لك هذا بيخلص لازم اشتريه. لكن عاد الى هنا انهي حلقة اليوم، الله يعطيكم العافية على المشاهدة، ان شاء الله باذن الله الحلقة الجاية نبدأ المشروع ونقوي المشروع، وبعده إن شاء الله نبني الحظيرة اللي هي هذه إذا تطورنا وضبطنا الوضع. بس لا تنسوا اللايك والاشتراك واكتبوا لي بالكومنت، ويلا في أمان الله.